أن ما ثمن شراء سند قيمته الإسمية 100 دينار، وفائدته 6% تدفع آخر كل سنة. يستهلك بعد 20 سنة. أوجد ثمن الشراء إذا كان معدل الاستثمار 5% و6% و7%. طبعا عند معدل الاستثمار 5% قيمة أو فائدة سند تساوي 100 في 6 على 100. طبعا 6 على 100 اللي هي 6 تساوي 6 دنانير. ثمن الشراء تساوي اللي هي القيمة الحالية للقيمة الاستهلاكية بتساوي 100 في 1.5 أس سالب 20. 5% هي طبعا بتاعت الاستثمار، بتاعت الاستثمار هتساوي 37.689. بعد كده ثمن الشراء هيساوي القيمة الحالية للاستثمار زائد طبعا اللي هي القيمة الحالية للفوائد. تساوي ستة ضرب واحد ناقص سالب 20 على 5% تساوي 74. 74 فاصلة 773. ثمن الشراء بيساوي اللي هي هذه زائد هذه. الآن لو جينا قلنا عند ثمن الاستثمار عند 6%، عند 6% هتكون هذه كما هي، بس هذه هتصير 6% وهذه هتصير 6% وهذه هتصير 6%. لو قال لي 7% هذه هتكون زي ما هي، وهذه هتكون 7% وهذه 7% وهذه 7%.